طب انا عايز اسالك على الجزئيه الخاصه بمساله التحور اللي بيحصل للفيروس وعلاقه ده بالتطعيم او اللقاح. اسرائيل دوله واضح جدا تم تصنيفها على انها الدوله رقم واحد اللي قامت باعلى معدل للتطعيم، لكن هي كمان الدولة اللي وصل عدد الوفيات فيها لأعلى مستويات. إزاي الاتنين دول يمشوا مع بعض؟ تبقى أعلى حد بيطعم وأعلى دولة على مستوى الوفيات. هل ده له علاقة بمسألة التحور؟ لا، وحتى الآن كل التحورات التي تم تسجيلها لم يثبت أنه أنها مضادة أو لا تستجيب للقاح. كل التحورات هي تحورات بسيطة حتى الآن، قد تساهم في سرعة انتشار المرض، ولكن لم يثبت حتى الآن أنه هذه التطورات غير مستجيبة للقاحات. وإن كان بعض الدراسات حاليا قالت أنه في بعض المقاومة البسيطة، ولكن لم يثبت بشكل علمي دقيق أن التحورات التي تم اكتشافه، وخاصة التحور الذي اكتشف في المملكة المتحدة هو ده الأكثر انتشارا بدرجة كبيرة، حتى الآن بيستجيب بدرجة كبيرة إلى اللقاحات المتوفرة. موضوع أنه يبقى في نسبة وفيات عالية مع وجود لقاح الحياة هي عملية مش مرتبطة ببعض. اللقاح تم استخدامه بفترة زمنية وجيزة جدا، وبالتالي من الصعب أنه يقلل عدد الوفيات أو يظهر أثره بشكل سريع. اللقاح حتى يعمل بيحتاج أسبوعين من العمل، وبالتالي متوقع أنه هذا الانخفاض بسبب استخدام اللقاح سوف يظهر خلال الأسابيع القليلة القادمة. بالإضافة أن احنا ما فيش دولة حتى الآن وصلت إلى معدل 100%. طبعا كما أشرت الدولة الإسرائيلية هي صاحبة أعلى معدل مقارنة بالطبع بعدد السكان، عدد السكان ضئيل نسبيا، ولكن لم تصل بعد إلى 100% هي الأعلى. لكن متوقع أنه هذه المناعة، المناعة المجتمع ومناعة القطيع سيظهر أثرها بعد فترة من وصول نسبة عالية من اللقاح. على مستوى المنطقة يا فندم، الوضع الوبائي في منطقتنا شكله إيه؟ مصر على سبيل المثال كنموذج، إحنا شفنا وصلنا لمعدل 1500 من 15 يوم، النهاردة نزلنا تحت 1000 بشكل واضح. هل ده مؤشر على مصر بس حضراتكم بتشوفوه في منظمة الصحة العالمية، ولا بتشوفوه ضمن المنطقة، ضمن الإقليم اللي احنا موجودين فيه؟ هو الوضع في مصر لا يختلف عن الوضع في الإقليم، في كل دول الإقليم. الحقيقة ارتفاع الحالات وانخفاضه مرتبط بشكل كبير بالالتزام بالتدابير الاحترازية. بالطبع ممكن لو مصر كمثال بدأ تطبيق حازم وصارم باستخدام الكمامات، بدأ في وعي إعلامي وتركيز إعلامي على زيادة عدد الحالات ودخولنا إلى ذروة الموجة الثانية، أعتقد ده أدى إلى اهتمام أكبر، التزام أكثر. ده ظهر أثره في بعض الانخفاض الحالي. نتمنى أن يستمر هذا، نتمنى أن يستمر هذا الوعي وهذا الزخم الإعلامي والاهتمام بالتوعية. مصر كمثال ده بيتم تطبيقه ومشاهدته في تقريبا كل دول العالم، سواء في منطقتنا أو خارجها. منطقتنا في بعض الدول الدول الخليجية بدأت بشكل كبير في مرحلة اللقاحات، وباقي الدول في الخط في الاستعدادات لاستلام اللقاحات لبداية خلال أيام قليلة. متوقع أنه مع بداية فبراير يكون عدد من الدول قد وصلها مجموعة من اللقاحات كدفعة أولى. متوقع أنه خلال الثلاث شهور القادمين إن شاء الله يكون من خلال منظمة الصحة العالمية يكون توفير اللقاح كدفعة أولى لجميع دول العالم، يكون بدأ خط. وبالإضافة لموضوع اللقاحات زي ما حضرتك بتكلم